يسعد اوقات الجميع واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو راح افرجيكم كيف نختار العمله الورقيه او العمله المصرفيه عن طريق ماكنتش باركاسه، كيف نحن بنختار 50 20 10 والى اخره. اول شغله هاي هي الماكينه، بنحط الكارت بالكارت صراف الاله بالماكينه، بعدين بنروح على خيار اسمه باجلد اوس تسالونج، بعدين بنختار هون هذا الخيار اندغ بيتراغ اودا نوتن اوسفال. هلا بنحط طبعا الرقم المبلغ اللي نحن بدنا نسحبه، على سبيل المثال راح احط 1000 انا، بعدين بروح هون على نوتن اوسفال مثل ما شايفين. هلا راح يحط لي هون انه راح يطالع لي الماكينه 3 عشرات و20 و19 50، فانا ما بدي لا العشرينات، فانا ما بدي لا العشرين ولا العشرات، انا بدي بس الخمسينات، انه يطالع لي 20 50 واللي هني 1000 يورو مثل ما شايفين. حط لي هلا هون الخيار انه 20 50 راح يطلعوا عندي من الماكينه. فهلا بحط له هون الخضره، كبس الخضره بشتيتجن، وهلا بحط الرقم السري للبنك. فهلا بيطلع عند الكارت البنك، ومثل ما شايفين انه طالع لي المبلغ كلياته خمسينات مثل ما نحن يعني اعطيناه امر او اعطيناها امر للماكينه. اذا هذا كان كل شيء بيتعلق بفيديو اليوم، شكرا كثير على كرم المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.